اليوم إن شاء الله راح نأخذ الدرس الثاني، أوكي؟ العنوان حقه يقول What's in your bag؟ What's in your bag؟ أوكي؟ أمس أخذنا عن زملاء الصف، تمام؟ وأخذنا كيف تسألين عن شخص إذا هو موجود أو لا، وتعلمنا كيف تسألين yes no question، وأخذنا قاعدة she, he and they. أوكي، طبعاً قبل لا نبدأ الدرس أنا عندي ملاحظة بسيطة، لأني شفتكم تكتبونها في الواجب فأحس أنه مهم أنكم تعرفونها، أوكي؟ طبعاً إيش هي الملاحظة؟ لما تجين تكتبين، هي طبعاً هذه الملاحظة اللي راح أقولها هي من الأشياء والخطوات في الرايتنج، في الكتابة، من المهارات في الرايتنج، فلازم كل واحدة منكم يعني تتعلم لغة إنجليزية لازم حتى تعرف مهارة الكتابة، صح ولا لا؟ فأول حاجة يعني لاحظتها عندكم إنه لما تجون تكتبون أي حرف بداية السطر تكتبوا لي small letter. small letter إيش يعني؟ تكتبوا لي حرف صغير. مثلا إذا كان أنت كتبتي B ما تكتبينه B كذا capital في بداية السطر، لا تكتبي لي كذا B، خطأ طبعا. لازم تكتبين أي حرف بداية السطر حرف كبير capital letter. طيب إذا كان عاد في نص السطر يعني في باقي الجملة وكذا تكتبينه حرف صغير، أوكي؟ زي هنا أنا كتبت لكم جملة، كتبت we have many books in the library I like only historical ones. طيب بداية الجملة كتبت we، صح؟ إذا حرف W لازم يكون حرف كبير، وبعدين عاد باقي الحروف تنكتب حروف صغيرة. بعدين عندي نقطة هنا، نقطة نهاية الجملة اللي هي يسمونها بالإنجليزي period، أوكي؟ period اسمها. طيب أنا حطيت نقطة هنا، خلصت جملتي، ببدأ جملة جديدة، إيش أسوي بأول حرف بعد ال يعني في بداية الجملة الجديدة؟ نفس الطريقة أخليه حرف كبير. I like، ما كتبتوا كذا I، ما كتبتوا I صغير كذا، كتبتوا كبير capital letter. so إذا جيتي تكتبين بداية الجملة الحرف لازم يكون capital، بداية جملة جديدة بعد النقطة لازم الحرف يكون capital، أوكي؟ واضح؟ عاد باقي الجملة زي ما قلت لكم الحروف هذه تكون صغيرة ما عدا بعد النقطة وبداية السطر الجديد. بداية السطر الجديد مو معناته يعني جملتي ما كفى هنا أكملها، مثلا خلص السطر هنا وقف هذا الدفتر حقي وأنا أبغى أكتب جملة يعني كلام زيادة، كتبت ones وبعدها بكتب كلمة جديدة. دقيقة، I like only historical ones because، أبغى أكتب كلمة because، ما راح أحط حرف كبير لأنها بداية السطر، لا أحطها حرف صغير. why؟ لأنها تكمل الجملة اللي قبل، أوكي؟ لأنها تكمل الجملة اللي قبل. إذن بس حالتين فقط تكتبين فيها الحرف كبير، متى؟ بداية الكلام، أنا توني بادي أكتب، أوكي؟ فأحط الحرف كبير، بعد النقطة أحط الحرف كبير مرة ثانية capital letter، أوكي؟ واضح؟ إن شاء الله يكون واضح. طيب نكمل. طيب قاعدة اليوم أنا أشوفها من القواعد مرة مهمة، أوكي؟ الجرامر راح ناخذ الارتكلز، راح طبعا الارتكلز هم اثنين an، a and an وذا، أوكي؟ لكن اليوم راح نتكلم بس الجزء الأول من الارتكلز اللي هم a and an، أوكي؟ إيش يعني articles؟ يعني أدوات التعريف. طيب أوكي، عشان يعني ترجعون لمعلومات زيادة روحوا للملزمة حقتكم صفحة 6، أوكي؟ الملزمة طبعاً سويتها رفعتها لكم على اليوتيوب، تلاقون الموضوع هذا صفحة 6، أوكي؟ طيب A
and an. A or an is used to refer to a non-specific or non-particular member of the group. إيش يعني؟ استعمل A ولا an عشان إيش؟ عشان أشير. أشير refer يعني أشير. أشير لشيء غير معرف أو غير محدد في مجموعة معينة. مثلا عندي مجموعة كتب أبغى أتكلم عن كتاب واحد منهم، أوكي؟ فأستعمل واحد من الاثنين هذولا، أ ولا أن. ليش؟ عشان أشير للكتاب هذا، مو أشير معناته أدوات الإشارة، لا، عشان يعني كيف أقول لكم؟ طيب عشان تفهمون أكثر راح أعطيكم المثال هذا. يقول لك for example I would like to go see a movie. I would like to go see a movie. إيش يعني؟ معناته أنا يعني خاطري إني أروح أشوف فيلم. طيب ليش حطيت آ بعد الموفي؟ ليش حطيت آ بعد الموفي؟ عشان أقول لك نفسي أشوف موفي. قاعدة أقول يعني كيف أقول لك؟ يعني أبغى أقول لك إني خاطري أشوف فيلم، أوكي؟ لكن ما هو فيلم معين، أي فيلم في الحياة نقدر نختاره بعدين، أوكي؟ فأحط آ بعد الاسم عشان أشير للاسم هذا. طيب احفظوا القاعدة إني أحط آ بعد الاسم عشان أشير على هذا الاسم، أوكي؟ طيب نكمل الشرح عشان تثبت أكثر. يقول لك here we are not talking about specific movie. يقول لك هنا إحنا ما قاعدين نتكلم عن فيلم معين، يعني الفيلم هذا لا أعرفه ولا أنت تعرفينه ولا يعني حددنا إيش هو الفيلم بالضبط، لكن أنا استعملته عشان أوضح لك إني ما قاعدة أتكلم عن فيلم معين وعشان أشير إني أبغى أشوف فيلم، أوكي؟ إذن السببين استعمل فيهم A عشان أشير لك أشير لفيلم أبغى أشوفه، يعني أبغى أشوف فيلم، أنا أشرت لفيلم، أوكي؟ لكن الفيلم هذا مو محدد، ما حددت لك الفيلم باقي، أوكي؟ طيب نكمل. يقول we are talking about any movie، يعني إحنا قاعدين نتكلم على أي فيلم نبغى نشوفه، أوكي؟ لكن ما هو فيلم محدد. طيب ليش؟ لأن في أفلام مال الدنيا يعني كثيرة، لكن أنا أبغى أشوف فيلم، أي فيلم، أوكي؟ مو محدد، فأستعمل لك A movie عشان أوضح لك، يعني اللي قاعد أتكلم معك أوضح لك إن نبغى نشوف any movie، أي فيلم، ما في فيلم محدد في راسي، أوكي؟ ف راح استعمل A وان في حالة الغير معرف عشان اشير لك لشيء غير معرف، اوكي؟ لا انا ولا انت نعرفه. مثلا راح اعطيكم مثال ان شاء الله يوضح لكم. مثلا انا وانت كنا واقفين في الشارع، طيب، ومرت سيارة، لكن احنا السيارة هذه ما لقطناها، يعني ما لقطنا مثلا لونها او شكلها، فهمت؟ يعني بالتحديد. والسيارة هذه مثلاً ضربت سيارة ثانية، أوكي؟ لكن إحنا ما لحقنا نشوف السيارة زين، لأنها كانت مثلاً ماشية بسرعة. فجاء شخص ثاني يسألنا إذا إحنا شفنا السيارة أو إيش صار في سيارته، فإحنا بنقول له a car. We saw a car. يعني إحنا شفنا سيارة، لكن السيارة هذه غير محددة أو غير معرفة، إحنا ما نعرف عنها أي شيء. وضحت الحين أو لا؟ يعني استعمل آ ولا آن بعد أو قبل الاسم، قبل الاسم الغير محدد، لا أنا أعرفه ولا أنت تعرفينه. اللهم أني أعرف أنها سيارة أو فيلم، عامة شيء يعني عامي مو محدد، أوكي؟ طيب مثال ثاني. Let's read a book. لو قلت لك Let's read a book، إيش يعني؟ يعني يلا نقرأ كتاب، يلا نقرأ كتاب.
I mean any book rather than a specific book. فأنا قاعدة أقصد أي كتاب بس مو كتاب معين في راسي، أوكي؟ أيوة، أ وأن نفس المعنى، لكن كل واحدة تستعمل في حالة معينة. الحين أشرحها لكم لأنها تعتمد على الحرف الحرف اللي بداية الكلمة اللي بعدها، أوكي؟ راح تعرفون إيش الفرق بينهم، لكن هم نفس المعنى بالضبط ونفس الاستخدامات، يختلفون في شيء بسيط مرة. الحين أوضح لكم، أوكي؟ أ وأن نفس المعنى. طيب، أهم شيء وضحت إنه أنا أستعمل أ بعد الاسم عشان أشير لاسم عامي لا أعرفه ولا أنت تعرفينه، شيء عام، أوكي؟ غير معرف. أوكي، طيب نروح الحين الفرق بين أ وأن، هما نفس الاستعمالات لكن في شيء يختلف. هذه خلوها بعدين بعد ما أشرح لكم استعمال أ وأن. أوكي، هنا يقول لك remember using a or an depends on the sound that begins the next word. اوكي، ايش يعني الكلام؟ يقول لك استعمال a ولا an يعتمد على الصوت او صوت الحرف الاول من الكلمة اللي بعدها. اوكي، ايش يعني؟ نرجع ورا. أنا الحين عندي جملة، طيب بستعمل فيها أ ولا أن. أوكي، بقول Sarah is a student. Sarah is a student. طيب ليش استعملت أ ما استعملت أن؟ أوكي، عشان أحدد أروح الاسم اللي يجي بعد أ ولا أن. طيب الاسم يبدأ بإس والصوت حقه students سا، صح ولا لا؟ افرح اختار A. اوكي، زي كذا نحدد، اشوف الحرف الاول، صوت الحرف الاول من الكلمة اللي يجي بعد الارتكل. طيب صوت ايش بالضبط انا ابغى اشوف؟ نشوف هنا يقول لي A تجي مع singular noun beginning with a consonant. أوكي، يقول لك A تجي مع الاسم المفرد، تجي مع الاسم المفرد، أوكي، اللي يبدأ with a consonant. إيش يعني consonant؟ يعني الحروف الثابتة. اوكي، ايش هي الحروف الثابتة؟ اللي هي الحروف الهجائية كلها ما عدا كم حرف احنا بنشوفهم. طيب هنا قلنا a boy a boy، اوكي، يبدأ بايش؟ بحرف consonant b. هنا a car يبدأ بconsonant c. هنا a bike يبدأ بb consonant. وهنا a zoo يبدأ بconsonant. A dog D constant برضو حرف ثابت. طيب ايش الحروف الثانية اللي ما هي ثابتة؟ اسمها vowels. ال vowels هذه هي. هذه هي ال vowels. يقول لي ال constants all alphabet except A E I O and you. اوكي، الكونستنت الحروف الثابته اللي لازم قبلها يجي a، كل الحروف الهجائيه في اللغه الانجليزيه ما عدا الفاولز اللي هي حروف العله. ايش هي حروف العله؟ a e i o u، هذه كلها المجموعه يجي قبلها an. اوكي، عرفتوا؟ متى استعمل A الحين؟
بعد الحروف الثابتة اللي هي كل الحروف الهجائية ما عدا الفاولز اللي هما هذولا. هذول الخمسة يجي قبلهم آن، أوكي؟ طيب نشوف أمثلة كيف يجي قبلها ولا إيش الموضوع بالضبط. نشوف هنا، شفنا الأمثلة اللي هي حروف كونستنت. طيب بي، هل بي من مجموعة حروف العلة؟ حروف العلة هي A E I O U، بس هذول الخمسة. أوكي، B واحد من الحروف هذولا؟ لا، إذا يجي قبله A. C واحد من الحروف هذولا؟ لا، إذا يجي بعده A. طيب نشوف المثال الثاني حق آن. آن برضو يجي مع الأسماء المفردة اللي تبدأ بحروف العلة، يعني آن elephant، آن elephant. الإليفنت يعني فيل، أوكي؟ يبدأ بإيش؟ بإي. إذن أشوف إي من حروف العلة، هذا هو إي. إذن حط قبله آن، أوكي؟ عندي آن إيج، آن إيج، إي. إذن يجي قبله آن، أوكي؟ طيب أنتوا لما تلاحظون الصوت قريب من الآ، يعني elephant, egg, apple, idiot, often. إيش يعني؟ أو الصوت، أنا ألاحظ أن الصوت قريب من A، فهل تتوقعين أنه باستطاعتك تقولين A elephant؟ صعبة، فأكيد راح يجي بعدها an، أوكي؟ عشان تسهل النطق. فأي حرف من حروف العلة يجي في الكلمة قبلها لازم يكون آن. وبنفس الطريقة الصوت، لاحظ الصوت، هل الصوت أ؟ إذا الصوت قريب من أ، إذا راح نحط آن، أوكي؟ طيب هنا يقول لي A plus singular noun beginning with a consonant sound. أوكي، أنا مو قلت لكم إنه يعتمد اختيار الآ ولا الآن برضو على الصوت؟ أوكي، راح يعتمد على حروف العلة، لكن برضو راح يعتمد على صوت الكلمة أو نطق الكلمة أو نطق الحرف الأول من الكلمة. فعندي كلمة user، user، user يعني مستخدم. user you يبدأ بيو، أوكي؟ طيب يو هو من حروف العلة. طيب أسمع نطقه يو، يوزر، هل نطقه كأنه أي؟ لا. مثلا أعطيكم كلمة ثانية تبدأ بيو ونطقها آ، يو إن كتبتها لكم هنا، خلينا نشوفها هنا. شوفوا معي الكلمة هذه، تبدأ بحرف يو، صح ولا لا؟ طيب إيش راح نحط قبلها؟ أي ولا آن؟ عشان أحدد أسمع صوت الحرف الأول. أنا في البداية شفت يو، يو مدام في يو يعني آن، أوكي؟ هذا الاختبار الأول اللي أختبر الكلمة فيه. طيب الاختبار الثاني صوت الكلمة، كيف راح أقرأ الحرف الأول؟ يلا نشوف، هل الصوت أ ولا يو؟ أمبريلا، الكلمة اسمعي نطق الكلمة كيف؟ أمبريلا، أمبريلا. إيش يعني؟ يعني آن. ليش؟ لأن صوت الحرف حرف أ، أوكي؟ فأكيد راح أحط له آن. ليش؟ أول شيء بدأ بيو، ثاني شيء صوت الحرف آ، صوت آ. أوكي، هذا يثبت لي إنه استعمل آن. طيب نرجع ورا،
مو نرجع ورا، هنا الكلمة موجودة، هنا user. user يبدأ ب you. أوكي، أول شيء أسوي الاختبار الأول you. أوكي، الحرف الأول من الكلمة you، إذن راح أحط an. أوكي، طيب يلا الاختبار الثاني، أسمع نطق الحرف user. لا، user user، الصوت ما كأنه آ، الصوت ما هو آ، الصوت يو. إذن إذا الصوت يو خلاص أحط آ، يبطل اللي قبله وأحط آ. أوكي، وضحت؟ رح نعيدها مرة ثانية، نعيد من البداية. متى أستعمل آ؟ لما يكون الحرف حق الكلمة، الكلمة اللي بعد أداة التعريف حرف ثابت من الحروف الثابتة. إيش هي الحروف الثابتة؟ كل الحروف الهجائية ما عدا خمسة، اللي هي حروف العلة، ما عدا حروف العلة، فأستعمل آ. إذن آ يجي مع الاسم المفرد اللي يبدأ بحرف من الحروف الثابتة، اللي هي كل الحروف الهجائية ما عدا حروف العلة. طيب متى استعمل آن؟ استعمل آن مع الاسم المفرد اللي يبدأ بفاول. إيش يعني فاول؟ حروف العلة. إيش هي الحروف العلة الخمسة؟ A E U I O. طيب تمام، لكن عندي استثناء لمين؟ لحرف U. كل الحروف الباقية يجي بعدها آن ما عدا حرف اليو، لازم أسوي له اختبار وأحدد بعدها إذا استعمل آ ولا آن. ليش؟ لأنه حرف شاذ يختلف عن الباقي، عنده حالة خاصة. أوكي، نشوف أمثلة أكثر عن يو. يقول لي هنا أي يوزر، ليش قلت أي يوزر؟ لأن اليو ينطق على انه يو. طيب عندي هنا يونيفرسيتي، يونيفرسيتي اليو تنطق على انها يو، ما هي آ، الصوت ما هو آ، إذن احط بعدها أداة تعريف آ. اي يونيفرسيتي، اي يونيفرسيتي. طيب unicycle، unicycle ليش؟ لأن اليو الصوت حقه يو ما هو أ. أوكي، هذا الاستثناء لليو. طيب عندي استثناء برضو لحرف من حروف الحروف الثابتة، احنا قلنا كل الحروف الثابتة يجي معها أ. طيب عندي برضو حرف شاذ اللي هو H، والحروف العلة الحرف الشاذ حقها U. خلصنا U، نرجع للH. الH يقول لي في بعض الحالات إذا الكلمة تبدأ بH نستعمل معها an. ليش؟ عشان صوت نطق الكلمة نفس الطريقة، يعني عشان تحددين زي ما قلت لك، طالعي في الحرف الأول بعدين طالعي في نطق الكلمة كيف صوت الحرف الأول. أوكي، فعندي مثال يقول لك الكلمة هذه تبدأ ب H. أوكي، الكلمة هذه تبدأ ب H، لكن ال H هنا silent ما ينطق، ما أقول hour خطأ، لأن الكلمة hour، الكلمة hour، نطق الكلمة اسمعوا مرة ثانية hour hour. أوكي، ال H ما تنطق، فأنا مو عشان شفت H في البداية أروح أحط A، لا، لازم أتعلم نطق الكلمة وأسمع صوت النطق وأحدد أي ولا آن. لا، الإتش ما ينطق hour، إذن آن، آن hour، آن hour. طيب هنا عندي كلمة تبدأ بإتش، أحط آ ولا آن؟ طيب أوكي، هي تبدأ بإتش يعني آ. طيب أوكي تمام آ. طيب أشوف نطق الكلمة كيف. horse horse، إيش قلت؟ قلت هو هورس، ما قلت أ. أوكي،
وفي نفس الوقت ال H ما هو silent، فخلاص راح نحط معه A. تمام؟ طيب هنا أبغاكم تحددوا لي إذا نحط O ولا سوري إذا نحط A ولا an. A ولا an. طبعا هذه أمثلة زيادة على U عشان أشوف إذا ثبتت معلومة فكرة ال U لأنه حرف شاذ من حروف العلة أو لا. فعندي الكلمة الأولى، اسمعوني كيف أنطقها. طبعا إحنا بدايتها U، يعني إيش المفروض نحط؟ an. بدايتها U يعني an. طيب نسمع صوت الكلمة، هل هو الصوت A ولا U؟ شوفوا حطيت لكم في المربع الأحمر هذا الصوتيات، إذا كان الصوت U تحطين A، إذا كان A تحطين an. يلا طيب نسمع الكلمة، كلكم لازم تجاوبون عليها بليز بليز عشان أشوف إذا فهمت أو لا. union union. إيش راح نحط؟ أوكي صح يا غادي، صح يا سارة، لا يا أثير خطأ، لما صح. راح أقول لك الحين دقيقة، أسماء إيش نحط؟ آ ولا أن؟ أوكي الجواب الصح آ. A union union A union. ليش؟ ليش حطيت A union؟ لأن الصوت حق الحرف ما هو A، الصوت U. شوفي أثير طالعي هذا المربع الأحمر اللي أنا مسويته، عندك U إذا كان الصوت U تستعملين A، إذا كان الصوت A تستعملين an. لمين؟ للحالة الشاذة اللي هي U، استعمالات U. أوكي إذا كان صوت U U تستعملين A، إذا كان الصوت A تستعملين an. أوكي لأن مستحيل أقول A A an union، كيف كذا؟ A A صوتين ورا بعض بالA صعب النطق، فعشان كذا أنا أحط an. أوكي ال الاسم الأول نحط له A، ليش؟ لأن النطق union. طيب هنا universe universe، الحالة الأولى هو يبدأ بيو إذا دائما an. طيب الصوت يعتمد على الصوت الحين union، هل أحط a ولا an؟ union صح يا أسماء وسارة. أوكي تمام يا غادي ولما. أوكي أثير تراي صح، فهمت الحين؟ أوكي طيب هنا الكلمة الثانية أمبريلا أمبريلا أمبريلا، هي تبدأ بيو يعني آن. طيب نسمع الحرف كيف ينطق أمبريلا، صح يا أسماء صح يا أثير umbrella umbrella union umbrella صح يا غادي. سارة مين؟ سارة ولما؟ يلا جربوا ايش نحط مع امبريلا؟ ان اقول ان امبريلا ولا اقول ا امبريلا؟ ايش الصح؟ ان صح صح يا ساره. اوكي تمام، ليش؟ عشان صوت الحرف ا. اذا هذا شفت المربع الاحمر هذا، ابغاكم تحفظونه، اذا كان اليو هذه قاعده لليو فقط، المفروض اكتب يو هنا. إذا كان الاسم يبدأ بيو أشوف صوته، هل صوته يو؟ إذا صوته يو أحط آ، إذا صوته آ أحط آن. احفظوا المربع هذا دائما. طيب هنا يوزر
user كني شفت حط واحدة حطت ان why لما no user user صوت يو يوزر صح كلكم صح اي فاقول اي يوزر اي يوزر اوكي انكل 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 ايش احط بعده قبله سوري ايش احط ا ولا ان انكل صح جود سارة Okay, correct Asma. Uncle, uncle. مدام إنه a صوت a فأحط an uncle, an uncle. ما أقدر أقول a uncle. يعني حتى حلقي مسكين يعني علق. فأقول an uncle. Okay. طيب you turn. You turn, you turn, you. مدام إنها you إذن a. You turn, a you turn. طيب هنا unicorn, 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 you, you, a unicorn, a unicorn. Okay. Upstairs, upstairs. Upstairs, upstairs, no, صح كلكم صح. من اللي حطت a؟ أثير إيش نحط؟ upstairs. لا لا خطأ. It's my thought. Oh, okay, Shatra. Okay, unicorn, unicorn. Ah, طيب upstairs. Okay, upstairs. لا خطأ للأسف ما هو ah. Upstairs. الصوت ah. إذا نجي an okay upstairs معناها الدور الثاني أو فوق okay لما أجي أقول لك I'm going upstairs I'm going upstairs يعني أنا رايحة فوق الدور الثاني مو الدور الثاني بالضبط يعني ممكن يكون الدور الثالث أو الدور الرابع لكن أقصد الدور اللي فوقنا فهمتي كيف؟ خطأ ما أدري أسمع أول مرة أسمع الكلمة هذه I'm sorry الدور الأول عادة يسمونه ground floor ground floor الدور الثاني يسمونه first floor مع انه هو الثاني احنا بالعربي نقول الدور الثاني لكن هم يسمونه الدور الاول فهمت كيف الدور العلوي ترى هو upstairs اللي فوقنا يعني اللي اعلى منا اوكي لكن الدور اللي الثاني يعني انا في الدور الارضي ابغى اتكلم عن الدور الثاني اللي فوق يسمونه بالانجليزي first floor first floor والدور الأرضي اللي احنا جالسين فيه نسميه ground floor okay اكتب لكم اياها ان شاء الله كذا نهاية الدرس okay طيب please الحين أثير I want to make sure that you understand فهمتي معنا ولا لا ابغى كلكم تقولوا لي خلاص ثبتت ولا لا please طبعا باقي نرجع الكتاب نشوف متى نستعمل كل واحد عشان نثبت اكثر okay الحمد لله شفتوا هذا الوجه هذا مرة حلو عشان
تحفظين حروف العلة. احفظيها كذا مرة سهلة. شوفوا what is this. الوجه هذا الدائري يعني يمثل O, A, E العيون, و I الخشم النوز, واليو هذا يعني شفايفه ولا الفم ولا whatever. اوكي حلوة الرسمة هذه, احفظوها عشان تساعدكم تحفظون حروف العلة. اوكي حروف العلة اللي ايش يجي بعدها قبلها سوري آن, حروف العلة اللي يجي بعدها قبلها آن ما عدا يو حرف شاذ له حالتين لازم تدرسينه. تمام اوكي نروح. اوكي هنا تمرين يلا حلوا لي. يقول لك استعملي أ ولا آن في المكان يعني الصح, هنا يعني في الفراغ الصح. اوكي عندي red is فراغ color, هنا ايش نحط؟ red is color. is a color ولا is an color؟ شطار. الإجابة الصح A. ليش؟ لأن C من الحروف الثابتة اللي هي من مجموعة حروف الهجائية. طيب هنا أوكي لما خلينا نشوف اللي كتبتي. طيب هنا الجملة الثانية فراغ dictionary is book. A dictionary is a book ولا an dictionary is an book ولا ايش؟ اوكي حل ما صح غادي اسماء correct. صح يا اثير. اوكي a dictionary is a book. طبعا عشان بدينا بداية الجملة لازم نحط الآ حرف كابيتال. اوكي اللي علمتكم اياه في البداية. طيب ليش؟ لان عندي هنا دي وهنا عندي بي من الحروف الثابتة. طيب هنا فراغ انت, انت is فراغ انسكت, انسكت اقول انت is a insect ولا اقول ان انت is an insect؟ صح ادي اسماء correct. اوكي والباقي يا حلوين اطالع الحرف الاول. اوكي الحرف الاول هل هو من الوجه هذا اللي احنا رسمناه؟ اوكي correct اثير. لما 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 صح جاوبت فوق. صح صح لكم كلكم. إذا نحط هنا an ant is an insect. an ant is an insect. حلو تمام شطار يعني فهمتوا. let's start. oh my god في قاعدة ثانية يا حلوين مستعدين نحفظ قاعدة ثانية. insect يعني حشرة. ايوه اوكي insect معناتها حشرة. مثلا واحد تكره الحشرات تقول I hate insects. I hate insects تجمعينها. طبعا insect مفرد يعني حشرة, insects بالاس في النهاية يعني حشرات. فتبغين تقولي لصاحبتك انك تكرهين الحشرات تقولي I hate insects. I hate insects. اوكي
نرجع شوفوا، أنا عندي فكرة عشان ما تطفشون. أوكي let's see، نفتح الكتاب ونشوف. هذا درس اليوم. طبعا راح نحل الجزء هذا الـ Building Vocabulary. اوكي كم الساعة الحين؟ طيب اوكي صح يا أثير، الكتاب موجود في مكتبة جرير، اسمه Touchstone. Touchstone الجزء الأول، خليني اكتب لك اياه. Touchstone. طبعا اللي في جرير طبعا هو النسخة الجديدة. طبعا ايش اللي متغير فيه؟ اللي متغير فيه الصور واسماء بعض الاشخاص. اوكي طبعا اللي عندي للاسف اني اكتشفت انه نسخة قديمة، مو قديمة يعني، بس الصور تختلف عن الكتاب الجديد، لكن كل شيء نفس يعني، القواعد والكلام نفسه، اللهم اسماء الاشخاص والصور تغيرت. اوكي Touchstone 1 لونه أحمر من برا، تلاقينه في مكتبة جرير. طبعا هو كتابين اللي احنا نستعمله، كتاب الطالب وكتاب الواجب. طيب نحل هذا التمرين اوكي، واعطيكم بريك 10 دقائق، ايش رايكم؟ 10 دقائق بس ونرجع، لان في قاعدة ثانية واخف يعني تصدعون كذا وتطفشون. اوكي راح نحل التمرين هذا وناخذ وات، ناخذ بريك 10 minutes then we'll come back. يلا نحل التمرين هذا. يقول لي building vocabulary here are some things students take to class. Write a or an before each item, then listen and say the words, check your answers. يقول لي هنا some things يعني بعض الأشياء، some things، خلينا نكبر الصفحة لكم. Okay here are some things students take to class، يعني الطلاب يأخذونه للكلاس للصف. يقول لي write a or an before each item، نحط a ولا an بعد كل غرض من الأشياء هذه. Okay تمام. الحين نسمع نطق الكلمات، وبعدين انا راح اقراها لكم مره ثانيه وتقولوا لي ايش نحط بعد كل كلمه. يلا اسمعوا. طبعا قولوا لي اذا الصوت واضح او نت، بنسوي نفس امس. اوكي ويت روتين. يلا بسم الله اسمع. Lesson B. What's in your bag? 1. Building vocabulary. A. Here are some things students take to class. Write a or an before each item. Then listen and say the words. Check your answers. An umbrella. A pencil. An eraser. A pen. A bag. A cell phone. A notebook. An English book. An address book. A snack. A dictionary. A wallet. Okay. طيب تبغون نسمع مرة ثانية؟ أروح أشغله مرة ثانية. Each item.
Then listen and say the words. Check your answers. An umbrella. A pencil. An eraser. A pen. A bag. A cell phone. A notebook. An English book. An address book. A snack. A dictionary. A wallet. تمام؟ أوكي نحلها الحين. عندي an umbrella, a pencil. هنا إيش نحط مع ال eraser, 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 an eraser ولا a eraser؟ صح an. طيب هنا a pen ولا an pen؟ a pen correct. طيب a bag ولا an bag؟ correct. a cell phone ولا a phone an phone أنا سيلفون. إيش فينا على الفون؟ آه correct. a cell phone. a notebook ولا an notebook؟ a notebook correct. طيب an English book ولا a English book؟ correct. an English book. ليش؟ لأنه يبدأ بالإي، حرف من حروف العلة. an address book ولا a address book؟ correct. an address book. an address book. ليش؟ لأنه يبدأ بالآ. okay. a snack ولا an snack؟ snack. okay correct. a dictionary اللي هو القاموس اللي نستعمله عشان نشوف معاني الكلمات. okay a dictionary. wallet a wallet. الwallet هي المحفظة. okay correct. okay شوفوا معايا. الجرامر الثانية is using this and this. okay. this is used in the singular. this is used in the plural. okay. استعمل اسم الإشارة this للإشارة للقريب المفرد. these للإشارة للقريب الجمع المجموعة. طيب we use these to refer to people and things. نستعمل اسم الإشارة this and these لإيش؟ عشان نشير لناس معينين أو لأشياء، ممكن تكون جمادات أوكي، أو situations اللي هي مواضع أو حالات معينة أوكي، and experiences أو تجارب في حياتك. مثلا حابة تتكلمين عن شيء، تجربة من تجاربك، يعني تستعملين اسم الإشارة فيها. أوكي طالع معايا this للمفرد، these للجمع. أوكي طيب الحين إحنا أوكي جالسين مع بعض. we are watching the game. we are watching the game. قاعدين نتفرج لعبة، تنس، كرة قدم، كرة سلة، أي شيء، قاعدين نتفرج game. اوكي
فتجي مثلا غدي تقول This is a great game. This is a great game. Okay. يعني أنا حابة أشير وأحدد لك إن هذه اللعبة اللي قاعدين نتفرج فيها أو الجيم المباراة أو أي شيء great يعني مرة واو fantastic awesome. Okay. فتيجي غادي تقول this is إيش يعني؟ يعني هذه لعبة ممتعة أو رائعة. Okay. ليش استعملت this is؟ ليش ما قالت this؟ Why? Because we are watching one game. One game. ما هي games ألعاب كثيرة. قاعدين نتفرج لعبة واحدة. Okay, مفرد. فأقول this is a great game. Okay, أنا عندي كتاب قريب مني وأبغى أقول مثلا الأثير إن الكتاب ثقيل. الكتاب اللي على الطاولة هذا بجنبي. فأقول لها This book is heavy. This book is heavy. تمام؟ يعني هذا الكتاب ثقيل. Heavy يعني ثقيل. ليش قلت this؟ لأنه كتاب واحد وقريب مني. طيب. طبعا أمس مو أخذنا الأفعال المساعدة is are و am تتذكرونهم؟ ما رح نتكلم عن am الحين. أبغى بس أذكركم في is و are. ما قلنا إنه is دائما تجي مع المفرد؟ مفرد واحد كذا. طيب R تجي فعل مساعد لما أتكلم عن مجموعة صح؟ تذكرونها ولا لا؟ أنا بس أبغاكم تذكرونها. ليش؟ لأنه أنا قاعد أتكلم عن مفرد فأقول This is a great game. أنا قاعد أتكلم عن لعبة واحدة فاستعملت is هنا. ما قلت This are a great game. خطأ. أنا قاعد أتكلم عن كلمة مفرد فأقول is this is a great game. طيب يلا نشوف المثال الأخير. These kitties are cute. These kitties are cute. إيش يعني؟ إنه هذول القطط الصغيرة cute. Kitties جمع لكيتي. كيتي إيش يعني؟ القطة الصغيرة اللي توها والدة كذا صغنطوطة يعني عمرها بالشهور والأسابيع يعني والأيام يسمونها كيتي. طيب جمع لها كيتيز فأنا أستعمل اسم الإشارة الجمع فأقول These kitties are cute. Are cute. طيب وضحت إن شاء الله. الحين نروح للجزء الثاني اللي هو تركيب الجملة. وين أحط this؟ وين أحط this؟ وين فهمتوا كيف؟ نشوف كيف نحطها في الجملة. يلا بسم الله. طيب شوفوا معايا كيف نستعمل this and these في الجمل البسيطة. طبعا أمس تكلمنا عن تركيب الجمل البسيطة صح ولا لا؟ اليوم رح نتكلم مرة ثانية عن الجمل البسيطة لكن رح نستعمل فيها ما هي ضمائر فاعل زي أمس شي هي. لا اليوم رح نتكلم عن this و these. يلا طيب احنا ما قلنا انه الجملة البسيطة في اللغة الانجليزية ممكن تبدأ بسبجكت زائد فعل مساعد اللي هو البي verb be زائد تكمل الجملة عد مهما كنت تكملتها انا راح اكملها باللي احتاجه. طيب عندي هنا السبجكت في جملتي اللي راح استعمل فيها this and this بيكون this or these. هذا هو السبجكت. هذا التركيب الأول للجملة. إيش يجي في بداية الجملة؟ this ولا this. تمام؟ طيب إيش يجي بعد this and these في الجملة؟
verb be. إيش هو الverb be؟ على حسب. استعملت this، استعمل معها is. ليش؟ لأنه مفرد. استعملت these، استعمل معها are. ليش؟ لأنها مجموعة. أوكي؟ إذن لما نستعمل this and these، الفعلين المساعدين اللي راح أستعملهم معهم بس اثنين، is و are. تحفظينها. يجي مع this و these is و are فقط. طيب، تكملة الجملة. تكملة الجملة عاد على احتياجي، حابة أحط صفة، أحط اسم، أشير لاسم معين، لمكان معين. تذكروا إحنا قلنا نستعمل أسماء الإشارة عشان نشير لناس، نشير ل يعني أشخاص، نشير لأشياء، أماكن، تجارب في حياتي، وقت معين. فخلاص تكملت جملتي على حسب احتياجي، أتكلم عن شخص معين، أشير لمكان معين، لغرض معين. تمام؟ وضح تركيب الجملة؟ يلا كلكم قولوا يس إذا واضح. أوكي الحمد لله. إذن شفنا تركيب الجملة. هذا شوفوا، هذا نوع أول من تركيب الجمل. أقدر أستعمل this and this بهذه الطريقة. شفتوا اللون الأحمر هذا؟ شفتوا؟ هذا تركيب الجملة بهذه الطريقة، بهذا الترتيب. أوكي شوفوا، صحيح أسماء، لكن حطي قبل الباد أ. أوكي أثير، أوكي تمام حلو. شوفوا هذا نوع أول من أنواع الجمل، يعني تركيب تقدرين تستعملينه عشان تستعملين فيه this and this. طيب هذا النوع الأول من الجمل. طيب في طريقة ثانية أقدر أسوي فيها this and this، إيش هي؟ هذه اللي باللون الأحمر. أوكي يا بنات شوفوا معايا، اللي باللون الأحمر هو structure، يعني تركيب الجملة. structure يعني تركيب. تركيب الجملة كاتبته أنا لكم باللون الأحمر. طيب اللون الأسود هذه أمثلة. أوكي ففي طريقتين تركبين فيها الجملة. الطريقة الأولى اللي شرحتها لكم أول، نستعمل فيها this and oh my god this and these مع be فعل مساعد وتكميل تكملة للجملة. طيب نشوف أمثلة. this is a good book. This is a good book. يعني هذا كتاب جيد. أوكي. طيب في الجملة الثانية. These are my dresses. These are my dresses. أنا مثلاً جبتك، مثلاً زرتيني وكذا وقاعدة أوريك غرفتي ووريتك مثلا الكلوزت حقت الدولاب حق الملابس، ففتحت الدولاب ويعني قاعد اوديك اشرت لك وقلت لك these are my dresses، انه هذه الفساتين حقتي والملابس حقتي، او ممكن اوريك في شنطة معينة واقول لك these are لانهم جمع. dresses جمع لدرس واحد اللي هو فستان او ثوب. ايوه قصدك addresses. أيوة addresses زي dresses. right. okay هذا النوع الأول من تركيب الجمل. إيش هو النوع الثاني؟ okay النوع الثاني إنه يكون في البداية this these بعدين noun. إيش هو النون اللي أمس قلت لكم عنه؟ noun معناته اسم، اسم لمكان لشيء، لكن ما هو اسم لشخص، اسم لمكان أو شيء معين لكن ما هو اسم شخص. اسم الشخص نسميه name بالإنجليش، name N-A-M-E name يعني علم. wait أيوة شكرا يا أسماء إنك قاعدة تساعديني.
طيب noun اسم لكن لشيء أو what did you say أو اسم لمكان تمام زي ما علمتكم. طيب إذا بداية الجملة راح تكون this these بعدين noun بعدين verb be اللي هي is و are. في النهاية أحط وصفي أنا اللي أبغى أوصف فيه الشيء أو أوصف فيه الاسم اللي كتبته هنا. طيب يلا ناخذ مثال. This game. Game ما هو اسم؟ معناته لعبة أو مباراة؟ أوكي فأقول لك This game is boring. This game is boring. إيش يعني boring؟ يعني هذه المباراة أو اللعبة اللي قاعدين نتفرج فيها مملة. أوكي؟ This game is boring. طيب ثاني مثال. These boxes are heavy. These boxes are heavy. كنت بقول heavy. حلو ذي. Okay, boxes إيش يعني boxes؟ صناديق. Are heavy إنها ثقيلة. إنه هذه الصناديق ثقيلة. Heavy يعني ثقيل. Boring يعني ممل. Okay. واضح تركيب الجمل؟ حابة تستعملين this and these بهذه الطريقة استعمليها، حابة تستعملينها بهذه الطريقة برضو تقدرين، كلها صح. أنا كتبت لكم قبل في الأمثلة اللي قبل أمثلة بالاستعمالات هذه، شوفوا الفرق بينها. شوفوا أنا إيش كتبت هنا، this is a great game. استعملت أي نوع؟ استعملت النوع الأول اللي هو this بدل الفعل المساعد بدل تكملة الجملة، هذا النوع الأول. طيب هنا كتبت this book is heavy، الاسم جاء بين ال this والفعل المساعد، إذا هذا النوع إيش؟ الثاني. These kitties are cute. These جت في البداية بعدين اسم بعدها الفعل المساعد، هذا أي نوع؟ الثاني. اوكي تمام يلا نكمل باقي. يلا ابغاكم تحلوا لي هذه. اخذنا this للمفرد القريب. ايوه تقدرين تستعملين طريقتين كلها صح، اللي يعجبك استعملي او اللي تحسينه سهل عليك استعملي. اخذنا this و these. يلا حطولي اول صورة، ايش راح نحط؟ this للقريب المفرد، these للقريب الجمع. صح اوكي صح يا اثير وغدي. غدي واثير واسماء صح. ساره غلط جوابك. I'm sorry. لا ما correct. اذا الجواب حق الصوره الاولى these. ليش these؟ لانه مجموعه كتب قريبه مني، مجموعة كتب قريبة مني، فأقول These are my books. These are my books. إن هذه كتبي. طيب ثاني صورة هنا، إيش راح نكتب في الفراغ؟ قاعدة أشير لمجموعة قريبة مني، إيش أقول؟ Correct أسماء. صح يا عادي. Correct. صح اوكي تمام. اذا راح نحط ايش؟ these. ليش؟ لانها مجموعة قريبة. اوكي هنا شوفوا لي هنا. again سوري نرجع. these are her shoes.
These are her shoes. يعني هذه أحذيتها. لا نتكلم عن واحدة، عن هذه هي الأحذية حقتها. طبعا her ناخذها بعدين، لها قاعدة. طيب هنا صورة رقم ثلاثة is a bin. إيش أحط هنا؟ correct عادي. صح correct this. ليش this؟ ليش this؟ لأنه مفرد قريب. this للمفرد تخيلوا كذا نقطة واحدة، these كثير كذا مجموعة. okay this is a bin، إنه هذا a bin قلم. طبعا البن يستعملونه القلم الحبر يسمونه بن. اوكي طيب هنا في الفراغ الاخير ايش اكتب؟ رقم 7 is my dictionary is صح. اللي مره حست نفسها تلخبط تطالع في الفعل المساعد is. اوكي is دائما احنا نستعمل المفرد، اذا ايش اللي قبله؟ this، لان this للمفرد. هنا are يعني جمع أكيد، هنا برضو are يعني جمع، فأحط هنا these. okay clear واضح. okay كذا خلصنا من القاعدة، نرجع للكتاب. okay في الكتاب راح يكون عندنا محادثة، طيب نسمعها، نسمع نطق الكلام، كيف قاعدين يسألون وكيف قاعدين يجاوبون عليهم باستعمال this and these، وبرضو في أسئلة بطريقة yes no questions اللي أخذناها أمس، أسئلة ال yes no. okay يقول لي السؤال listen which things are Bill's practice the conversations. إيش يعني؟ يقول إيش من الأشياء اللي موجودة أو قاعدين يتكلمون عنها حقت بيل؟ طبعاً بيلز حاطين هنا apostrophe مع S، هذه S الملكية، فبدال ما يقولون are bills things لا يقولون إنه أشياء bills باختصار كذا بالS. أوكي نسمع المحادثة يا حلوين و وحاولوا تخمنوا لي إيش الأشياء اللي لها علاقة بال حق الأشياء، أسماء الأشياء اللي لها علاقة بال. أوكي المحادثة الثانية. أوكي Is this your watch, Bill? Oh, yes it is. Thanks. And are these your glasses? Yes, they are. Excuse me, are these your keys? No, they're not. These are my keys right here. Okay. إذن إيش الأشياء اللي لها علاقة بال في المحادثة الثانية والثالثة راح تلاحظون. أوكي نقرأ المحادثات طيب وبعدين نشوف. يقول لي في المحادثة الأولى عندي أندي وعندي بيل. يقول لي what's this Bill? It's an MP3 player. It's my new toy. What's this? It's an MP3 player. It's my new toy. طيب في المحادثة الثانية Is this your watch, Bill? Is this your watch, Bill? Oh yes, it is. Thanks. And are these your glasses? And are these your glasses? Yes, they are. Okay. يقول لي كمل لي هذه الأسئلة اللي موجودة هنا. Can you complete these questions? Use your own ideas. Ask and answer. Answer your questions.
أوكي، عندي أسئلة هنا، حابب إنكم تكملونها، حطي أي شيء حابة تحطينه، تسألين عن شيء معين من المفردات اللي تعرفينها، أوكي؟ فيقول لك is this your what؟ إيش ممكن نحط في الفراغ هذا؟ is this your keys؟ ولا is this your book؟ ولا your bag؟ your shoes؟ your dress؟ اوكي تمام، تقدرين تحطين اي حاجة. اوكي طيب هنا are these your، اوكي correct، هنا are these هذه جمع، اذا الكلمة اللي راح نحطها في الفراغ لازم تكون جمع. هنا is this يعني مفرد، فلازم احط car مثلا شيء واحد. هنا ممكن احط cars، صح يا اسماء، cars مجموعة، books keys، okay. okay هذه القاعدة خلاص أخذناها. okay هذا راح يكون آخر تمرين لنا، okay إن شاء الله يعني من غير شر، فراح يعني نحله ونروح كتاب الواجب أوريكم الأسئلة عشان أقراها لكم كيف تحلونها ونخلص، أوكي؟ طيب يقول complete the questions and answers about the pictures then practice with the partner. أوكي يبغاني أكمل الأجوبة والأسئلة عن الأشياء الموجودة في الصور، أوكي؟ فعندي المثال الأول قاعد يقول لي what's this؟ يعني what is this؟ فجاوب I think it's a cell phone، يعني أعتقد بأنه هاتف خلوي أو هاتف محمول. طيب هنا إيش ممكن نكمل السؤال؟ is something هنا أكيد إنه راح يكون اسم إشارة، your هنا اسم لشيء معين، أنا راح أشير له يعني. اوكي هذا اللي ماسكه الشخص اسمه نوت، اسمه نوت، خليني اكتب لكم نوت بوك، نوت بوك. اذا راح اقول is this your notebook، ايش راح اجاوب عليه؟ no امس في قاعدتنا حقت ال yes no question أشوف أجوبتكم. is this your notebook؟ okay no it's not، صح يا سارة، خطأ يا اسماء. اسماء لا مو كذا، شوفوا أنا قاعدة أسأل أقول is this your notebook، هل هذا notebook لك؟ فيرد علي no it's not. ليش استعملت it؟ ليش استعملت في الجواب it؟ لأن أنا قاعدة أسأل عن شيء مفرد وشيء جماد ما هو إنسان، افرح أجاوب أقول له no it's not، أختصر وأحط not. أوكي وضحت؟ طيب ثالث صورة اللي هو electronic dictionary، electronic dictionary يعني dictionary إلكتروني، ها
عن طريق جهاز تبحثين فيه كلمات. أوكي؟ في السؤال بدايته يقول what، أبغى أسأله ما هذا الشيء. فإيش السؤال الصحيح عشان أسأل عن شيء معين؟ فراح أستعمل السؤال هذا اللي هنا what's this ولا what is this. أوكي؟ what is this، هذا السؤال اللي نستعمله عشان نسأل عن شيء، شيء قريب وإحنا ماسكينه وإيش ومفرد. أوكي؟ طيب لو أبغى أسأل عن شيء مجموعة إيش أقول؟ راح أقول what are these، what are these. تلاقونها هنا في آل الصفحة، شوفوها. what is this للمفرد القريب، what are these نسأل عن شيء قريب وجمع. الجواب إيش راح نقول؟ كيف راح أبدأ الجواب؟ هذا electronic dictionary، خليني أكتب لكم اسمه عشان تستعملونه في الجواب. electronic dictionary. كيف أقول له إنه هذا electronic dictionary؟ تذكروا تركيب الجمل اللي علمتكم إياها. اسماء حبيبي باقي ما جاوبنا على الرقم 3، صح يا سارة؟ الجواب الصح this is a an electronic dictionary. this is an electronic dictionary. ليش قلت this is an electronic dictionary؟ لأنه أنا قاعد أقول له إنه هذا dictionary إلكتروني، قاموس إلكتروني. أوكي؟ إذا الجواب this is an electronic dictionary. this is an electronic dictionary. وتقدرين تقولين يا سارة this is my electronic dictionary. correct، صح، على راحتك. أوكي، رقم 4. رقم 4 راح يكون R جمع. إيش راح نحط اسم الإشارة اللي بعده؟ أوكي، صح. أوكي غادي، ما في مشكلة. طيب شوفي، أنا راح أساعدكم في حاجة. الحين في نوعين من الأسئلة، أوكي؟ شوفي معايا غادي، في نوعين من الأسئلة. في سؤال اللي يكون بدايته what is this، شوفي معايا في المربع البرتقالي هذا اللي فوق، في نوعين من الأسئلة، يا إما اللي يكون what is this ولا what are these للجمع، هذه للجمع وهذه الأولى للمفرد والثانية للجمع. أوكي؟ what is this للمفرد، فلما أقول لك what is this معناته أنا قاعدة أقول لك ما هذا، فأنتي إيش راح تجاوبين عليه؟ راح تقولي لي إنه هذا الشيء MP3 player، صح؟ تستعملين الجملة العادية، جوابك بيكون جملة. طيب لو سألتك النوع الثاني من الأسئلة اللي هو yes no questions، اللي هي اللي أمس تعلمناها is this your watch، is this your watch، مدام اني سألتك yes no question جوابك بيكون yes ولا no. طيب تركيب الجملة على حسب اختيارك، تبغين تستعملين اسم إشارة أو ضمير فاعل، زي هنا it is an MP3 player،
ولا they are sunglasses. أو أقدر أقول these are sunglasses. This is an MP3 player. طيب على راحتك. طبعا بعدين ارجعي وراجعي تركيب الجمل. أوكي. هنا رقم 4 راح أقول Are these your bins? These لأنها جمع. Your bins اللي هي أقلام. الجواب حقي راح يكون yes ولا no لأن هذا السؤال سؤال yes no. فراح أقول yes they are. ليش استعملت they are ما استعملت it is؟ they are لأنهم جمع. جمع. Okay. فأقول yes they are these your bins? Okay, tweeting yes they are. طيب هنا طبعا النظارات عادة يسمونها glasses هي جمع من اسمها اصلا جمع لأنها glasses عادة يرمزون لها للقزازتين هذه العدستين اللي في النظارة. okay. فيقولون are these your glasses? Are these your glasses? فرح أجاوب no they are not. No they are not. طيب هذه اللي ماسكها إيش هي؟ umbrella اللي هي مظلة. افرع أقول what is this؟ أبغى أسألك what is this؟ فتجاوبين عليا this is my umbrella ولا it is an umbrella. okay. طيب طبعا بكتب لكم الحلول وبرفعها برضو عشان تراجعون حلولكم انتو بعد. طيب بالنسبة لكتاب الواجب السؤال الأول يقول لي label the things in the picture. يبغاك تحطين صورة كل شيء اسم كل شيء في الصورة. okay. مثلا عندي أول شيء هنا a bin. ثاني شيء a book كتاب. طيب ثالث شيء إيش هذا الشيء؟ تكتبي لي بالإنجليزي طبعا تستعملين فيه أداة التعريف a ولا an. طيب واضح؟ تكتبي لي اسم كل شيء موجود هنا. طيب هنا في السؤال الثاني يبغاك تكتبي لي جملة تشرحي لي فيها ما هذا الشيء. فالصورة الأولى فيها bag قام كتب لك this is a bag. this is a bag استعملوا تركيب الجملتين اللي أنا شرحتها لكم عشان تستعملين فيها اسم الإشارة. ثاني صورة يقول لي these are bins قاعد يقول هذه أقلام. فاكتبي لي الجمل باستعمال أسماء الإشارة طبعا تركيب الجملة اللي يعجبك. بس غالبا هذه الصور راح تجي معها النوع الأول من تركيب الجمل. أوكي لأن النوع الثاني عادة يستعمل لما تبغين توصفين شيء. اوكي فكملوا الباقي. طيب السؤال الثالث يقول لي complete the conversations use the words in the books. يقول لي يبغاك تكملين المحادثات اللي موجودة باستعمال الكلمات الموجودة هنا في المربع. طيب فاقري المحادثة وحطي الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب. تمام عندكم ثلاث محادثات. إذن الواجب صفحة
12 و 13 اوكي. طبعا راح برضو ارسل لكم صور للاسئله عشان اللي ما عنده هالكتاب، وانا افضل انكم تشترون الكتاب اوكي. اوكي بس هذا الشرح اليوم، اخذنا فيه قاعدتين الآ والآن واسماء الاشاره this and these اوكي. اتمنى انه يكون واضح. اي واحد عندها اسئله وحست انها تلخبطت في شيء تقدر تسالني في الواتساب لانه الوقت اوريدي خلص. طيب وبالتوفيق. طبعا الفيديو راح احمله على يوتيوب، ارجع شوف الشرح اذا حابه.